وكيساهم لنا ثاني في الاكسيبيليتي الفلاحه ديالنا وكي وما كيخليناش اننا نخسروا الفلاحه ديالنا بالنسبه للتراكتورات كيدوزوا لنا بالروايد ديال التراكتور كيخسروا لنا سميتو. حنا بلوقيته اللي تكون مثلا طايحه الشتاء ولا الفلاح خسروا بديك البلوقيته حنا كندخلوا كنداو بديك البلوقيته ديال ديك البيريود بالضبط اقتصاديه وما كنخليناش حنا يقيسنا ديك الكيماويه كبعيده من بنادم ياك باش ما ضروش. شحال المساحه اللي تقدر تضرب في النهار؟ تضرب 50 قطار في النهار بالنسبه للطرون. 50 قطار. كمل السلام. تفضل حلو تخدم باتريات واحد ملي كيتسالي لا ميسيون المهمة ديالو كيرجع كتحيد الباتري كنحط واحد اخرى. لا بورتي ديالو؟ 7 دقائق حتى 10 دقائق. دونك 6 7 دقائق تاخذ الا دارت لا ميسيون مزيانة. 10 دقائق شحال يمكن لها ضرب من هكتار؟ كثار. 14 دقائق. ها؟ 14 دقائق. ممتاز. وبالتراكتور شحال يقدر يضرب؟ التراكتور ساعتين يقدر يدير ساعة ولكن التراكتور كيكرفس الفلاحة فوقيته ديال فوقيته ديال الغيس. دابا هادي 10 دقائق نضرب قطار. التراكتور شحال يضرب من قطار في 10 دقائق؟ نص ساعة. نص ساعة يضرب قطار. إذا ربحنا 20 دقيقة وربحنا مش عدم ديك وعاد الماء كارفيس والكاربيرو الماء قطار السمية هادي 20 دقيقة. الله يجزيك بخير كاف الله. دابا الا كانت عداوي الزرع وحداك الشمندر. نعم كيريكل على الحد ديالها. هذه بالساتيليت. ها؟ فيها الساتيليت. لا لا البيلوت ديالنا شنو كيدير؟ كيحدد المهمة ديالو في الساتيليت. دونك كيمشي للأرض اللي فيها الذرة ولا الأرض اللي فيها الشمندر. كيضرب هذيك اللي فيها كيمشي كيبدا فيها. ولا كان الريح؟ الريح ما كنخدموش في واحد القيم ديال الريح اللي كنوصلوا لها. وسط النهار واحد ملي كتكون درجة الحرارة طالعة بلاتي نطيرو هاد شوف وقفوا ليا نطيرو هاد شوف الغبرة بزاف ها هي باش نبعد ودي الحرارة طير Thank you.